السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعين. اليوم نستعرض لكم شقة غرفتين وصالة بسعر مغري جدا في منطقة مرغوبة، منطقة بلتلي. المنطقة هذه منطقة مقابل المطار، فالشقة هذه غرفتين وصالة بمساحة 85 متر مربع، مخدومة بكل الخدمات من جامع وسوبر ماركت والمواصلات، وأيضا قربها من المطار. اتفضلوا معنا نديكم تفاصيل في الموقع وتشوفوا الإطلالة والمساحة أيضا. وصلنا الدور الثاني، شقة غرفتين وصالة. مدخل الشقة من هنا، شقة غرفتين وصالة بمساحة 85 متر مربع. مدخل الشقة من هنا، أول ما ندخل يمين نعمة الكرامة، دورة مياه أولى. مقابل دورة المياه الأولى عندنا المطبخ، دواليبها راكبة وجاهزة، وفي مخرج بالبلكونة من جهة المطبخ. إطلالة البلكونة على الجهة الخلفية. في المجمع فيه خدمات مثل ألعاب الأطفال، مواقف للسيارات، بالإضافة إلى سوبر ماركت بجوار البناية هذه زي ما أنت شايفين. إضافة إلى ذلك عندنا جامع قريب من الموقع. مقابل الصالة عندنا فتحة، الفتحة هذه مطلة على الصالة، يعني عندنا الصالة هذه مساحتها جيدة مفتوحة على المطبخ، بنظام نقدر نقول نظام أمريكي. يعني عندنا الصالة والمطبخ وعندنا غرفتين، عندنا الغرفة الأولى وهذه الغرفة الثانية، وعندنا الحمام الرئيسي التابع للشقة. فعندنا عدد 2 دورات مياه وانتم بكرامة، وغرفتين وصالة. عندنا هذه الغرفة أيضا، الغرفة هذه لو نلاحظ إطلالتها على البحر، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. وعندنا هنا إطلالة المجمع. الشقة فيها تدفئة مركزية، وأخيرا هنا الغرفة الثانية نقدر نقول عليها غرفة النوم الرئيسية، مساحتها جيدة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.